سفر يسعد لقل المقال يسوق نتسجي مكات صرفتون إنسان سفضوا واحد وعشان صرف لها عبد الناصر كذا صرفوا ساعات كستا صرف لها عبد الناصر تحركا وقفي عن السوق نعيد العبد أردن يديك وهذه السنة لنبرد ساعتك يقيد ذهبك يا هل كان يدين كم وقضى هذا باكو حرنا هذا صرف لها عبد الناصر وكلا حرير تليفون هذا شاشة دكاغا مقضى يوسف كيسي عبد الله يحقيها ورفا فنتي حسب عدالة دي الدرية الكايعد أي وحا وكهد ليس لمركة سنة وصور دوييي وريكتو مالي نمدي شلهيت كسو بحدي حرونتا وسارد ورفا فنتا تاسيو كساب سنيد إن ورباهنتا دولدو أي سيسي من اتبيان وراركا معارد كي يسودو كلام محافظكا بلسي لوغا فدييي إن اتلابا كقادو أرمها كروكاعا كوي مهدنكا معيشادا وريكتو مدح يونو سوو ساري اسلامركة أنا وزارد ورفا فنتا بطن كيو عيقلن تو عايش شاكتي شالي إن يدون فرونيسو إن حسبي أهان هدان حسبي قوعدنا هاي وان سود وينينا طلابة دا ومدحوينو كودي ردي إنو وريكتك صوصارو تاسو ومركو غربا شرعيقة تمرويدة سوماللان سيدا الدستور كقرنكا يحير فودين اي سيين حسبيه دا معارضك يا شعبي سومال لانبا ان سحرا لوغا رأي ديبتو ورباهين تا قرن كلية طلابة دا وان سودو وينينا ماركي وغرد دا وحو ها تيفيه حسبيه كلمية يا راليوغا حسبيه كلمية وها هدو تيفيه قرنكا نقونا يو او نقونايو تيفيغي إراريوغي قرانكا نقونايو او نقونايو چورنالك او نقونايو چورنالكي قرانكا وان سودو وينينا وانا تلابو اي فلين وايين دور كيم مدحوين اي مكا كلدن بيي وان سودو وينينا وحانان لانهاي شروضا كحران إن أرنتها سهير قشو كو وحكا وحاتي رشا قارو حس بيجي هرايا كلمية أما دولد هرايا كلمية يكو كسو هرييبا شقال اللوغي إريي محاد واركا وصو الدوبتا معارضك وصو الدوبتا مدحوينة وحالا إن يورتا شقالها لسو عليو ورياشها لسو عليو ودي بها وغا هول غلان تي فيك قرانك ورباهين تكالي امدا حبانان يغونا سي اي سيدة تي فيك امدا حبانان وغا هول غلان سي لامدا يغونا ها وغا هول غلان وشاقالها بوسك صوبها هلا حيسيو ورياها كو صوبها هكا واحينو كوارهينا امي سو ورية وضادكو تشعلايين aya markay warbaahinta qaranka galeen ama TV qaranka dib loo waayay oo bulshada Soomaaliyeed jacaylo ka faa'iideysan lahayd waa kamaradaha aynu ku eegayno inay warbaahin qaran noqoto waa ka caydurus u joogaa oo maalin walba warkan uu naga duubaa dhulkan baa la dhigi jiray wali xisbiga uu cudmaalina kamu joojin war shaqaalaha wanaagsan ee ka shaqeeya TV qaranka amaraariyo hargeysa umaanaan diidin waraan u leena sidaasi noogu yiban jireen hadhowna warka ayaa hoos la dhigi jiray maanta waxa ka duwanaya deween ku eegay in la soo daayay hadu ilaahay ilaahdo taas waa ta keentay siideen laanta waa ta keentay inay tiifiyada wadamada aynu jaarka nahay iskebada wadamada jaarka aynu nahay dawlad goboleedyada flowerskoodu inaga badan yihiin dadka daawada TV-yada ayaa TV-geeni qaranka ay ka daawasho badnaayeen inuu hir shabeelle jubbaan nasiib darreed inay inaga flowers bataan taasina waa ta keentay in xisbiga kulmiye iyo taageerayaashoodu kaliye ay daawadaan hadii maanta qaranku laakiin wada daawanayo والحمد لله شروط كلا كحرنا وحكم ذا
معنا ملا إن معارض كهذا الكيس اللي سيدا يا وح معنا وعيلة ضحي مشرتو بل سوينا الله ترترين يوسف كيسو دور يشيو كهضلي وين عندك ما قصلولتي وانا ترترين وركي وينو ده وبحاسده وربعين تمضى حبنان وقبحيو سلمي ده وينو قبحه وينو حي حكومة دولي بسنة يسوء عن لقى صارين أنا قلنا حسب عن وحن دورنا شروع ده ينظام كا قرن كتمريد سومالن وبنية معارضة ده وان حين داب كوان كأي كاننا مثلا وين أنا دعين وين أنا مسؤولك مسؤولك من المسؤولين تحسب كل مية أما مسؤولين تقرنكو إحلك قرنك هيا أنا لبسان دليل شيء ده تبدأ نورن تلفون كسو بحالين حابك كلك حرام حكم ده سوور بعين تاني قرنكو سمع دي دي كلام دي دي شرفت دو صن قطه إن جبايا دي قرنك اللي قطه سني إيه هسي قرنك اللي قطه سني إيه الرواية دي قرنك اللي قطه سني يا كبحان تي في قرنك إيه راديو هرجيس وهدين دونين وحصحنا وين بشدة سمالن رأي دي بشدة دي يدنا اللي جسي ده يسيد تي في هذا كله إما ذا حبنا اللي جسي ديني وين دي بهبلني قصة مايا برنامج يدي كبيح تري تي في كقرن وبرنامج يسيد وربعين تما ذا حبنا أنا كلا عيسى ما يصير لقصة وضرة سيد رأي جدد وينه هو كله abashada bulshadu qabto oo kale way in warbaahinta qaranku noqoto muraayada ay xukuumadu sidu madaxweynuhu maanta loo jaamacada ka sheegay muraayada ay isku eegiye way inay noqoto ayu ka warhayna wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta in lix wasaaradood ay ka miisaaniyad badan tahay saameynta ay bulshadeena iyo bulshada caalamka ay ku leedahay waynu ka warhayna waxaan ka warhayna inaan maanta hadii idaacadu fariisato ama raadiyogu fariisto aanay bulshada Soomaaliland tabeynba waa nasiib darro wey waxay ahayd inuu taleefanku isqabsado marka raadiyo hargeysa si kin la waayo in taleefanku isqabsadaabay marka TV waayo ka baxo in taleefanku isqabsadaabay waxaan ka warhaynaa in dharaaro iyo bilo ay sometimes iska aamsnayd oo bulshadu aan waxba noqon jir si hadaba sumcadii karaamadii iyo sharaftii warbaahinta qaranku ay lahayd u soo noqoto waa in dhammaan shuruudaha ku xeeran madaxweynuhu fuliyaa waliba waayo arinta maanta madaxweynaha ka timid deeyiga shaqadooda ah qolada warfaafinta joogta ee mas'uuliyiinta ee fulinta ayaa shaqada lahaa mar haday madaxweynaha ka timid dib iyaga waxa loo weydiin may waa in madaxweynaha dikritadiisa ay ixtiraamaan oo aanay urdin dharin waxaan ku soo gabagabeynaya oo aan kaga baxaya waynu wada joognaa shacab iyo mucaarad dibad iyo gudo dikritada madaxweynuhu sidii u fusho waynu wada joognaa horey mar hore u dhacday in madaxweyne yiri warbaahinta qaranka waa in si warbaahinta qaranka si siman loo isticmaalo bil meesii socon waxaan rajaynayaa maanta inay fuli doonto oo dikritada madaxweynuhu aan la curtin dharin oo ay fuli doonto isla markaana awaamiirta ay qaadan doonaan cidda hawsha gacanta ku haysa oo durba shalay toole aynu ku arinay joornaalada qaar inay warwar arintaa ka muujisay ilamay qabsanay waxaan leeyahay xafiiskaygu uu idin furan yahay shaqaalaha
warbaahinta qaranka xafiiskaygu idin furan yahay any time ba warka noo soo doonan kartaan waan idin soo dhaweeyneena wax shuruudo xaqayaga xisbi ahaan ka xidhan ma jirto balse waxa shuruuduhu yaalaan dhinaca cidda hawsha gacanta ku haysa waxaan raacinaya waxaan maanta anigu ka jeclaan lahaa in la yiraa mucaaradka warbaahintii qaranka loo furay inay dhagahayagu ay maqlaan in la yidhaahdo shidaalkii ayaa jabay maanta waxaa jabay layrkii waxaa jabay miciisadii bulshada ayaanu ka jeclaan lahay sababtu waxa weeye war geeska afrika inagoo badle geeska afrika maanta innagaa ugu shidaal qaalisan innagaa ugu layr qaalisan innagaa ugu maciishad qaalisan tusaalean soo qaadanaya dalka aynu jaarka nahay ee etoobiya kuwa kale badaabay leeyihiin iyadoo aan bad lahayn oo dekadeenna sometimes isticmaasha ama dekabadaha jaarka ayaa shidaalkiina ay inaga jabanta layrkiina inaga jabantahay biyihiina inaga jabantahay miciishadiina inaga jabantahay waxaynu ka warhaynaa shidaalkii adduunyada halku ka maray aynu ka warhaynaa iyo halka laynoogu hayo tobanka laytir konton kun oo somalilana la isticmaalay waa nasiib darro weyn weyn nasiib darro weyn weeye waxaanan qabaa waxa keenaya monoboligan qaranka la sameeyey ee cid gaara shidaalkii lagu xidhay ee cid gaara layrkii loo xidhay ee cid gaara maciishadii keento xeerarka dalkeennu waa ka mamnuuc meel alla meelay ku taallaa ma jirto in cid gaara kooto loogu xidho wax gaara suuqaa gooya sixirka adduunyada kale innagana inay saa ahaatay shuruucdeenna inoo taalle ee qoran in la fuliyo wey sidaa madaxweynuhu imanka u fuliyay xeerka warbaahinta qaranka ee dastuurka iyo xeerar kale dalku sheegeen in maciishadana madaxweynuhu tallaabo uga qaado gebagabadii waxaan ku gebagabeynaynaa xisbi ahaan arrintaasi waa arrin ay ku farxeen dhammaan muwaadiniinta dabad iyo gudaba jooga islamarkaana kor u soo qaadi doonta sumcadda iyo karaamada iyo sharafta warbaahinta qaranka mararka qaar waxaan ka ooyaa in flowriska ama dadka daawada tv-geenna qaranku ay ka daawasho badnaadaan tv yaroo bulshadiisu aanay gaarin 100 kun oo qof